بسم الله. هعدل بس حاجة بسيطة في الموديل بتاع المرة اللي فاتت، هربط البوينت بالواتش 3D بالشكل دوت، هتلاقي النقطة ظهرت معايا. طيب انا عايز ده ابدأ خطوة جديدة ان انا ارسم لاين، فاجي هنا اقول له انا عايز لاين، تمام؟ اللاين اهو بيقول لي انا عندك كذا طريقة عشان اترسم بيها، انت انهي طريقة فيهم اللي تناسبك؟ كل الطرق دي طبعا تنفع، بس انا عايز ادي مثال دلوقتي بايه، ان انا هديله اول نقطة والاند بوينت، تمام؟ فاختار دي كده احطها، وكل الطرق دول مفهومش اي مشكلة خالص، انت بترسم خط، تمام؟ اعلم على الحاجات دي كلها واقول له كوبي بيست، تمام؟ وابدأ انقلهم بقى لتحت بالشكل دوت، تمام. هخلي البوينت ديت هي اللي في الستارت، والنقط دي هي اللي في الاند بوينت، تمام. بس لازم اعدل طبعا في الشكل بتاعي، لان كده اول خط واخره في نفس النقطة، تمام. فانا هعدل في ايه، الانتجر سلايد، تمام. وهاخد وهخلي اللاين هو اللي يرسم في الوش 3D زي ما انتوا شايفين اهو. اللي انت هتعمله هنا هو اللي هيتعمل معاك هنا، تمام. الانتجر سلايد اهو، زي ما انت شايف اللي انت بتعدل فيه هيتعدل معاك برضو في قلب اللوحة. ممكن تيجي هنا مثلا في الانتجر سلايد، وممكن تعدل الارقام دي زي ما انت عايز، هي اوتوماتيك هيأثر معاك في الشغل بتاعك في الثري دي، تمام. ممكن تكون انت مثلا عايز تزود عدد الخطوط، ابدأ ازود زي ما انا عايز، تلاتين، وده برضه اخلي تلاتين بالشكل دوت، بقى عندي 30 خط زي ما انت شايف. والله الموفق والمستعان.